السلام عليكم الحضرات، اش راكم؟ زينات ديالي، جيسبر تكونوا بيان، في صحة جيدة. كيفاش راكم مع الصحة تاعكم؟ ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم جيتكم في واحد المشروع خفيف ظريف، فيديو موش طويل بزاف وحاجة حلوة وحاجة كيوت، بالك تكونوا شتوها. بصح انا راح ندير لكم الخطرة بطريقة مفصلة وين تجيكم سهلة وتقدروا تفهموها وتقدروا ديروها بأي حاجة وبأي قماش. تسمى حاجة بسيطة تقدروا تدوروا به كمشروع، تبداو به براس مال صغير جد بسيط، وتقدروا ديروها ليكم نتوما ثاني كفكرة مليحة وجميلة. بوكو با انا حنخدم هكا بالشوت تاع قماش، عندي هاد الشوت راني حنخدم به، وانتوما لكم الاختيار بالشوت اللي حبيتوا تخدموا به. وتقدروا تخدموا هذا المشروع بالقذيفة، تقدروا تخدموه بالدان، تقدروا تخدموه بالدغا كيما هكا، تقدروا تخدموه بالقماش تاع الساتان، لكم الاختيار. هذه حاجه تقعد لكم نتوما، وفاني كليكولور كيما حبيتو وكيما كنتو حابين. الوغ هذا المشروع اللي راح نديرو اليوم مشروع كيما يقولوا جد مربح، وتبداو كيما قلنا براس مال صغير، ما تخموش كاع كيفاش تافونسيو فيه. نسحقوا هذا الشوت تاع القماش، انا خدمت به هذا دغا، وكيما قلت لكم تقدروا تخدموا باي قماش. نسحق فيه 60 سنتيمتر طول على طوق، نقول لكم العرض ابخي نسيت خاطر العرض هنا كيما حبيتو. انا درت فيه 23 سنتيمتر، وانتم العرض لعبوا به كيما حبيتو. تما دوك اللي تحبوا عريض بزاف ديروا كثر، اللي تحبوا رقيق ديروا ارق، تما نتوما كيما حبيتو. هنايا انا خدمته بهذا العرض، جاني شباب عجبني. واللي حبت ديروا هذا بالنسبه هذا المقاس تاع وحده كبيره، اللي حبت دير مقاس تاع بنتها ولا هذا كيما نقولوا ستوندار تاع وحده كبيره، اللي حبت دير مقاس تاع وحده صغيره تقيس في راس بنتها وتزيد شويه وتنقص تخدمو ستوندار. الا خدمتو خياتي بالقذيفه ديروه كيما نقولوا حنا ديروه 40 سنتيم ولا 45 سنتيم، وهي تتكسل على حساب الراس. سينو انا خدمته بالقماش عادي، خذوا محيط الراس تما وزيدوا له 4 سنتيم تاع الخياطه. دوك نفهموا على 4 سنتيم ماشي 2 سنتيم، تبعوا معايا. انا ابخي ما درتو كما قلت لكم 23 سنتيمتر على 58، هكا تما انا سبلوتور تاع الراس تاع ستوندار 54 وانا درتو 58. واش نديرو خياتي؟ النظم طويبه كيما راكم تشوفوا هكا اون دو، ابري ما نطويوها اون دو. انا ما نكومبليكيلكمش الامور، عفوا ما نقولكمش روحوا سيرجي وما على باليش وشنو، ولا نخدموا بطريقه مبسطه. اللي عندها سيرجي ماذا بينا تفيني، واللي ما عندهاش ماهوش حاجه كبيره، نورمال كيما راهي هكذايا دير له كيما هاك خياتي، عطف خفيفه ولا ما ديرلوش كاع، هي حره تنزلي عليه بخياطه كيما راهو راني رايحه ندير. اروحوا تروحوا معايا للماشينه ونشوفوا كيفاش ندوزوا معاه بالخياطه، ونشوفوا كيفاش نخدموا هذا المشروع اللي رانا رايحين نديروه. تابعوا معايا وروحوا لهاد لا فيديو هذه عفوا ايتاب باغ ايتاب، وتابعوا معايا ما تزابيو والو. شوفوا خياتي، هنا جينا للماشينه تاعنا هكا، نحطوا اليد باش تاعنا في الطرف تاع الماشينه خياتي، نديرو بوان داري ونجو نخيطو من الفوق للتحت هكذا خياتي كيما راهو موضح سوا سوا، من الفوق للتحت هكذا. دوكا خياتي هنا اللي عندها سيرجي دير سيرجي تاعها، تروح تسيرجيها، واللي ما عندهاش دير كفه صغيره هكا وتعاود تجوز عليها كيما راني حندير انا باش نفينو الدخلاني. تما ماشي لازم يكون عندكم سيرجي ولا زيكزاك باش تقدروا تخدموا، تقدروا ديروها غير كيما هكا كفه خفيفه لورلي كيما نقولوا، وتجوزوا عليها كيما راني نجوز انا عليها هكذا بكل بساطه هكا خياتي، باش نفينيوها من الداخل هذا مكان باش ما تجيش الخدمه تاعنا. ولا غير خياتي غير هذا المشروع ياكل منكم 5 دقائق كي نحسبوهم بالدقائق، انا راني هنا نخدم بالعقل باش تفهموني. دوكا خياتي واش نديرو؟ نقلبو هذا الشريط تاعنا، نقلبو خياتي كيما هكذا راكم تشوفوا معايا راني نقلب فيه. من بعد واش نديرو؟ ابخي ما قلبناه نجيبو هذيك الخياطه اللي خيطناها هكذا، نديروها في الوسط خياتي كيما هكا، نديروها في الوسط. واش نديرو هنا؟ نروحو نحددوه،
باش نعرفو روحنا وش رانا نخدمو، نروحو نحدو ونجوب الخف. الو خيتي، هنا اني حددتو دوك واش ندير. راح نحكمو نطوي هكا اون دو كيما راكم تشوفو هكا، نطويه كيما هكا اون دو، لازم يكونو قد قد. ومن بعد نرفدو هذه نحطوها، نروحو المنتصف تاع هذه باش ما تتلفلكمش. المنتصف تاع هذه خمسة هايق، هكذا حتى دوكا راهي واضحة خياتي. نحطوها هكا في المنتصف، ومن بعد نرفدو نص الاخر نحطوها فوقها هكذا خياتي، حتى دوكا راهي واضحة. تما انا واش درت، نعاود لكم طويتها كي هاي كانت مفتوحة، نعاود من الاول ما تقولوش ما فهمتش. من بعد نديروها هكا طوها كيما هكا تكون كيف كيف هنا. ما تروحوا المنتصف اللي راهو محدد ديجا هاوليك، ونحطوها كيما هكا، هذه نحطوها على المنتصف هكا خياتي. ابخي ما نحطوها على المنتصف واش نديرو؟ نرفدو هذا الجزء اللي قعد، ندوروه عليها هكذا. من بعد قعدنا الجزء هذا تاع المنتصف اللي منه، ندوروه ملور هكا، نخرجو بهذه. من بعد واش نديرو خياتي؟ تابعوا معايا واش نديرو. علاش نديرو خياتي؟ نروحو لماكينة الخياطة هكا، ابخي ما نكونو حطيناهم مليح. ما تروحو لماكينة الخياطة نحطوها كيما هكا، ونجوزو عليها خياطة بالكوانداري، نروحو ونجوبو هكا خياتي. بعد واش نديرو؟ نحو هذا الزائد هكذا، نحو كاع الزائد اللي عندنا. ومن بعد خياتي واش نديرو؟ نقلبو، نروحو نقلبو البوندو ديالنا هكذا. خياتي هاوليك البوندو في الشكل تاعو النهائي مور ما قلبناه. جيسبيغ يكون عجبكم، يعني خدمتو بميثود واحد اخرى، بقماش واحد اخر خدمتو بتاع البلاد. هذا الاستيكي تما ماشي كيف كيف، وهذا يجي على حساب لوتوغ تاع الراس تما ماشي الاستيكي. خيتي تقدروا تستعملوه كي تكونوا تكونوا حين تغسلوا وجهكم صباح، تخدموا شغلكم للتزيين لكم. الاختيار عطيته لكم فكره برك باش تكونوا على 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 فكره عليها وخلاص. وش نقول لكم خياتي؟ من هذا المنبر نقول لكم تهلاو في روحتكم خياتي بزاف بزاف، وفي صفحتكم نخلي لكم الانستغرام والفيسبوك تاعي في صندوق الوصف. واللي حبت كاش استفسار ولا تعيط لي ولا تتواصل معايا ماشي مشكل. وخياتي اللي راهي عندها رغبه حابه تدخل دورات لتعليم الافريشه وخياطه الافريشه والاسرار تاع الافريشه اونلاين، اللي ما تقدرش مش متمكنه محسوب تزغد تبوجي ولا تخرج تتعلم برا، اني دايره دوره اللي حابه تتعلم اونلاين مرحبا بها. تكونتاكتيني وندخلها في الجروب وماشي مشكل، نقولها كاع واش لازم وندخلها في الجروب. ومرحبا بكم، واش نقول لكم خياتي؟ تهلاو في روحتكم، الى الملتقى في فيديو واحد اخر ان شاء الله. نحبكم بزاف، سلام.